مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من نادي التكنولوجيا على كنار تي في صوت العرب من كندا. انا محدثكم جمال الشريف ومعنا الدكتور هشام قدومي كالمعتاد. اهلا وسهلا فيك دكتورنا. هلا دكتور جمال، حاطط بشوفك نازل القدس اليوم. والله ان شاء الله من كثر ما بنحب القدس وبنحب نزورها فحابين نحطها على القليلة في الناس عشان يشوفوها ورانا، هيك ان شاء الله نوقف قدام القدس ونصور لكم الغاد مباشر يا رب قريبا ان شاء الله. انا كنت اروحها دائما من احنا صغار، يعني اللي ما راحش يروحها. اجمل مدينه في العالم على فكره، انا بالنسبه لي يعني. بس. دكتور هشام، بتعرف في شغله انه اهل القدس واهل فلسطين بشكل عام يخلقوا من المعاناه ابداع. يعني انا اللي بيحكي لي انه عصر المعجزات انتهى، بقول له إلا في فلسطين ما زالت المعجزات تصنع كل يوم. أكيد طبعا. واليوم معنا ضيف هو معجزة جديدة، هو رجل يعني أبدع، خرج من التفكير العادي اللي بنفكر فيه دائما، وعمل شيء يحاول أن يحاور فيه المواطن لحاجاته. عمل شيء يمكن اخترعوا ناس قبله، ولكن إن شاء الله نقدر نستطيع إحنا وياك وندعمه اليوم. خلينا نرحب بالبطل، أنا بدي أحكي بطل لأنه كل أهل فلسطين أبطال، البطل أمين جواد حامد. أهلا وسهلا بأمين. تحياتي لك، السلام عليكم. أمين، أنت معنا طبعا. بس لايف نقول اليوم. تحياتي لكم. نقول إنه عند الساعة عندكم يمكن لا تنتين الصبح، فهو سهران معانا عشان يكون لايف معاكم اليوم. صحيح. من أي مدينة أنت معنا اليوم يا جميل؟ مدينة قلقيلية. يسعد ربها أهل قلقيلية والله يحفظكم كلكم يا رب. بس معلومة صغيرة قبل ما نطلع، قلقيلية من المدن اللي كانت في احتلال ال 67، كانت نصها متاخدة مع أراضي ال 48 ونصها مع أراضي 67. كان في شارع بالذات، بعرفش إذا بتعرفه، أكيد تعرفه، شارع كان مفصول بالحدود بين الحدود اللي هي فلسطين أو كانت وقتها الأردن وحدود الاحتلال. الشارع يعني البيوت اللي على، أنا اللي بتذكرها إنه كنا نشوفها وإحنا صغار، كانوا يقولوا لنا كانوا هدول البيوت في الأردن، هدول البيوت في أراضي الاحتلال ال 48. هن بس نفس الشارع مقسوم نصين. فقلقلية من المدن اللي شهدت يعني فصل مميز في هذا، يعني كانوا هدول في الشارع مش قادرين يحكوا مع هدولاك حتى بالتليفون، لأنهم كل ناس وقت يعتبروا في دولة مختلفة. اها، انا بتوقع الأردن، أردن حدود الأردن، بتوقع إنه أريحة اللي عليها. لا، كان الضفة الغربية، كان الشارع اسمه الأردن، شارع الأردن. لا مش الشارع، مش الشارع، النص كانت الضفة الغربية انضمت للأردن، بتعرف من 1950، فكانت تحت حكم الأردن وقتها. صحيح. أو كانت تعتبر من الأراضي الأردنية وقتها، والقسم الثاني كان الاحتلال اللي هو اللي أخذوها القسم هذا وقت 48، فكانوا صحيح. يعني نفس الشارع بس يعتبروا في دولتين مختلفتين يعني. صحيح. أمين، عرف الجمهور بنفسك أول شيء، من هو أمين؟ أنا أمين جواد حامد من مدينة قلقيلية، العمر 27. طبعاً صاحب تطبيق. بالمرة متجوز ولا أعزب؟ الحمد لله متزوج. الله يعطيك العافية ويحفظك، لأنه إذا مش متجوز بركي لقينا لك عروس. الله يحفظ لك أم العيال إن شاء الله. طيب أمين، أنت احكي لنا عن بداياتك بالتكنولوجيا، كيف بدأت التكنولوجيا؟ شو اللي دخل بدماغك هذا التكنولوجيا؟ هل هي عن دراسة ولا حب هيك بس؟ والله لا، مش عن دراسة، هي حب، يعني هواية كانت. طبعا مش مجال دراستي اللي هو الاي تي نهائيا. كنت أنا في الأول ما درستش، نبقى صريحين. درست لعمر 13 عام، بعد تركت المدرسة. طبعاً طلعت من المدارس لا قراءة ولا كتاب، الحمد لله. فاللي علمني هو الكمبيوتر، علمني أساساً القراءة والكتاب للأساتذة ما قدروش يعلموني إياه.
ايامها كان في الدي جي تشات والمنتديات وهذول والهوت ميل، ما كانش ايامها لا فيسبوك بنعرفه ولا شيء. صحيح ان فيسبوك قديم بس ما كناش نعرفه، يعني ما كانش الناس مندلي عليه. كانت بدايتي هي في الدي جي تشات وفي المنتديات وفي الحكي. طبعا القراءة والكتابة تعلمتها عن طريق الدي جي تشات، وكان اخوي الكبير يظل قاعد جنبي وكل ما اخطأ في الكتاب يعلمني كيف اكتب كيف اقرا كيف. والحمد لله تطورت تطورت تطورت. اخر شيء صار في عقلي كيف هذول بيصنعوا المواقع هاي، كيف بيعملوا الشات، كيف بيعملوا المنتديات. بدأت في الدي تشات وبعدها في المنتديات، تطورت قدراتي والحمد لله توصلنا لهاي المرحلة. طبعا أنا يعني انت ما درستش، ما دخلتش دراستي يعني صدقا دراستي لا ما شاء الله نهائيا ما درستش. يعني شوف شوف لا يعني لا يعني في ناس بتخرجوا من جامعات ما بيعرفوش يسووا شيء، وانت انه انت انا بقول لك لما بحكي انه اهل فلسطين بخلقوا معجزات هم فعلا، يعني انت شخص لا يعني مخلص جامعه ولا دارس اللانجوجز هاي تبعت ولا لا يا دكتور شو بسموها لغات البرمجه، لغات البرمجه او لغات التشفير، استطعت انك توصل للتطبيق هذا ولك تطبيقات ثانيه انا عارف كنت شغال عليها، فيعني ترفع لك القبعه يا امين، ترفع لك القبعه. الحمد لله. وهي الممارسه اهم شيء مش الدراسه، يعني الدراسه في النهايه صحيح ان الشهادات بتفيد الشخص كثير بس هي الممارسه اللي بتعلم مش الشهادات صدق. يعني كثير الناس اللي بيجون متخرجين اي تي بيقولوا احنا مبرمجين مش اخر شركهم لا يفقهوا شيء، بس اللهم بيعرفوا المصطلحات بيعرفوا شو معنى برمجة بيفهموا شو معنى هذا الكود، بس حالي حقيقة بيعرفوش يجمع. يعني مش الشهادات هي الأساس والطرق. في شباب مبدعين بس هم مش مبينين، يعني ما حدا داري فيهم ليه بسبب إنه ما هم الشهادات. وطبعا معاناة برضو أصحاب الشهادات في داخل فلسطين، يعني هذا صحيح. هذه قصة ثانية يعني. طيب ما أعرفش دكتور أنت اطلعت على الموقع، أنا هاي حاطط هون أنا اليوم سجلت فيه. أنا صراحة حاولت أسجل بس كان عندي مشكلة مش عمالي أعرف، بس أنا حابب نخلي أمين نفسه يحكي شوية عن الموقع. يعني إحنا عارفين إنه هو فكرته إجت من مواقع التواصل اللي هي زي فيسبوك وغيرها، بس حابب لو هو يحكي لنا فكرة الموقع، ليش 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 عملتها، شو اللي كان شو شايف لقدام ممكن تعمل فيه. تمام. هو موقع تطبيق تواصل اجتماعي، هو شبيه بالفيسبوك، في ميزات تختلف عن الفيسبوك، مثلا التعليق الصوتي هذا مش موجود في الفيسبوك موجود عندي، مثل المنتديات فيه مش موجود في الفيسبوك موجود عندي، طبعا اللي هو تقدر تكتب مقال برضه موجودة. هسه فكرة الموقع انه احنا بنطلع على الغرب دائما في تقدم، واحنا العرب مش عارف واقفين مكاننا، واخر شيء عنصريات، بتعرف عنصريات الغرب كيف صارت، خاصة يعني اخر فترات صار سياستهم سيئة جدا جدا، فكنا نعمل اشي لنا واحنا العرب بشكل عام، يبقى عندنا تطور، يبقى عندنا اسم، يبقى عندنا موقع مثل مواقعهم، مثل مواقع التواصل الاجتماعي كان انستغرام ولا فيسبوك ولا غيره. هو مدموج فيه ازيد ماخذ ما ازيد من فكره فيه، ماخذ فكره من الفيسبوك وفكره من الانستغرام، فكره انه تجمع تقريبا موقعين تقدر تقول مع بعض. طبعا انا هاي ميزه التعليق الصوتي عجبتني هاي. تعليق الصوت اللي تيجي بتعلق صوتي. صحيح. حلو 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 حلو. في عندك اللي هو منتديات، عندك افلام، طبعا في راح نضيف عليه افلام اللي هو مسلسلات ومسلسلات وافلام، طبعا عن طريق التطبيق وعن طريق الموقع راح يقدر يشاهدها من المستخدم. طبعا هاي قناه للافلام راح نضيف عليها جميع الافلام، اكشن دراما من هذول الحكي. يعني انت بتفكر انه يصير ون كويس لكل شيء تقريبا ان شاء الله. طيب سؤال، ايش اللي جاب الفكره عندك؟ وين بدات الفكره؟ اي سنه؟
هي بدأت في 2019 بتقدر تقول، هي قبل 2019 بفكر كيف بدي أبلش في المشروع، بس بدأت فيه في 2019 صدقا. كان أول شيء اسمه، حتى لما بدأت فيه كان اسمه سوشيال فريندز في البداية، ما كانش أمين بوك. طبعا الاسم له قصة ثانية بالنسبة لاسم أمين بوك. بدأت طبعا في أقل من المواصفات هاي الموجودة حاليا، كان بس ويب، ما كانش له تطبيق. كانت الميزات اللي فيه طبعا أقل، اللي هي بلشت التطورات فيه بشكل رسمي يعني، وزاد إن هذول الميزات في 2020. في 2021 هو بلش يطلع صيته طبعا على اسم أمين بوك. كان في البداية سوشيال فريندز، وبعدين صار متلوجز، وبعدين أمين بوك. وكثير تعليقات بلاحظ عليها بالنسبة لاسم أمين بوك برضه، هذا حابب أحكي عنها. تفضل. هسه بالنسبة لاسم أمين بوك، كثير من الناس تقول إنك أنت مسميه اسم شخص مشان تكسب الشهرة، بس أنا مش مشان أكسب الشهرة. كان في البداية اسمه سوشيال فريندز في 2019، بس من 2019 لل 2020 ما حصلش إلا عميد تحميل من الجوجل بلاي على أب جالري. طبعا ما كنتش محمله. في 2020 غيرت اسمه، سميته نتلوجز، حملته على أب جالري وحملته على جوجل بلاي. طبعا اللي حصلهم 1000 تحميل فقط لا غير. بس في اخر 2020 قررت اني اسميه اسم ثاني، انه على اساس شو بدي اغلق التطبيق، انه خلص عم غير حذفنا التطبيق، وعلى اساس اني نزلته قلت ما هو 25/5 بخلص الخادم عندي، فخليته ل 5، كنا بنخليه ل 25/5، نزلته على اب جاليري وعلى جوجل بلاي باسم امين بوك. طبعا لما بفوت بتفاجئ انه في على اب جاليري، طبعا بعد فتره ما غبت عن الموقع بلاقي 100,000 تحميل عن طريق الاب جاليري. جوجل بلاي تجاوز الألف. طبعا جوجل بلاي بكتب لك بلس 1000، طبعا هو بك ازيد من 1000، فبيجيش بكتب لك 1001 1002 1003. المهم قلنا هذا الاسم شكله بده يزبط، رجعنا نكمل على تطوير. في خلال يعني هاي الفتره من بدايه 2021 لحد الان حصل على 371,000 تقريبا في الاب جاليري، وفوق ال 20,000 وصل هسه حاليا في جوجل بلاي. طبعا ازيد تحميلاتي عندي على اب جاليري. جوجل بلاي بدا من جديد الحمد لله، يعني بلش ينتشر ازيد دول فيها، اللي هي مصر، العراق، الاردن، هذول ازيد دول بلش ينتشر فيه الموقع. والكل بعلق على عندك مشكله مع الاب ستور صح؟ الاب ستور صحيح عندي شويه مشاكل، انه بظل موقعات هم نفسهم يرفضوا التطبيق، وبعد ما تعدل الاكواد بصير في شويه بعض المشاكل راح يتم حلها ان شاء الله فكره تقنيا يعني ان شاء الله. اي سياسات عند هاي الابل ستور ان شاء الله انها تنحل في اقرب وقت. يلا الله يوفقك يا رب. هذا يعني الناس انه بدات تتقبل الفكره يعني. الحمد لله بدات تتقبل فيها. حد علمك قديش هلا حاليا قديش عليه يوزرز، ومن وين هدول اليوزرز جايين بشكل عام؟ حلو. اليوزرز هو اغلبه في مصر المتفاعلين، هو فوق ال 300,000 عليه يوزرز. بس خلينا ثواني نشوف. انا ما شفتش الاحصائيات حاليا. المتفاعلين 79,928. طبعا انا عندي بعطيني احصائيات اللي هم المتفاعلين في خلال الشهر. هم تجاوز الاكونتات فوق ال 300 تفاعل. صح انه بالنسبه ل 300 ل 90,000 انه في 200,000 مش متفاعلين، بس كبدايه ممتازه. وفي اسئله يعني من الناس كمان. في يعني هلا حدا حكاها وانا كنت بدي اساله، الموقع وين هوستد؟ قديش بتحمل؟ يعني احنا بنعرف انه هدول الشركات الكبيره مثلا تتحمل الملايين الملايين من مش من المشاركين، من الترانزاكشن بالثانيه يعني بتتحمل. فوين الموقع موجود؟ هل في مجال لتوسعه؟ ايش اللي بتحمله؟ يعني بس تعطينا معلومات هيك نعرف شو شو تمام. شو ممكن انا تمام. حلو كثير. هسه بالنسبه للموقع تحمله، طبعا بقدرش احدد لك اياه، لانه كل لحظة بلحظة يعني كل ما يزيد المشتركين، كل ما يزيد الأونلاين، راح نجبر نعمل تطوير للخادم. هذا طبعا في كل لحظة راح يصير تطوير. وين أنت ما بتطلب إنه الموقع بده تطوير، راح أطور الخادم حبة حبة. هسه من ناحية الملايين، هو
مصمم الموقع انه اقدر انقله على امازون، في عندك امازون اس 3 برضه التخزين او جوجل كلاود برضه مصمم جاهز انه مساحات تخزين هائله بتعرف امازون اس 3 او اللي هي جوجل كلاود اللي بتعطيك افضل مساحات. بالنسبة للخادم حاليا يعني اونلاين بتحمله تقريبا 50,000 60,000، بس متى محتاج انه اونلاين؟ طبعا في نفس الثانية مش مستخدمين، مستخدمين طبعا الكونكرنت اونلاين اللي هو في كل ثانية. حاليا اذا طلب انه يستحمل ازيد من 50,000 راح اطوره، يعني في كبسة زر بتعرف انها تتطور، هاي مش يعني قصة كبيرة. هسا اذا وصلنا مرحلة الملايين راح اكيد انقل جميع الخوادم على امازون. طبعا انا حاليا هو وين موجود حاليا؟ هو حاليا موجود في كونتابو، راح ينتقل بفكر يعني في هاليومين انقل على اوفي اتش، لانه اوفي اتش يعني حمايتها بتظل افضل من شركه كونتابو. اوفي اتش صحيح فرنسيه بس شو بدها، ما فيش الا هي حمايه يعني للدوس لي ار 7 تقريبا محميه 80%، ولو اخذت من كلاود فلاير بعدها حمايه برضه بظل افضل وافضل. لأن أنا كنت أسألك برضو شوي، بس لأنك حكيت في موضوع الحماية وهذا شيء مهم جدا، لأنه عم نسمع كل يوم إنه هاي الشركات الكبيرة الأكاونتات 500,000 500 مليون أكاونت بوقع أو تتسرب أو كذا، فشو اللي أنت عامله؟ يعني أنا طبعا مش بديشك تحكي تفاصيل وأسرار الشغل اللي أنت بتحكيه، طبعا هذه ما بتطلع، بس تعطينا شغلة، شو اللي عامله أو شو اللي بتضمن فيه للناس إنه الموقع يعني آمن، مش أمين، آمن من ناحية آمن إيه، إنه يتسرب مستحيل يتسرب، لأن بحاول إنه قدر الإمكان أظل مراقب ومتبع الأمور اللي أجينا أزيد من هجمات، والحمد لله تم التصدين وما فيش أي مشاكل، بالعكس هم بيعززوا من قوة الموقع لما يعملوا هجمات علي أو يحاولوا إنهم قدم يفوتوا على الموقع. أنا وقتها بكتشف الثغرات وببدأ أسكر فيه. من ناحية آمن ناش نقول لك 100% آمن، خليها 80%، أما إنه من ناحية أمان أزيد إن شاء الله هو مخطط إنه أخذ نسيت حتى اسم الشركة، طلبت فيه بس $3,000 شهريا عليها الحماية، راح تحمين الددوس وراح تحمي البيانات وتحمي كل شيء، نسيت حتى اسمها موجودة عندي بريد مرة توصل يعني ممكن تحطها بعدين في التعليق، بس احنا بس حبينا نتاكد موضوع. دكتور جمال اذا عندك يس، انا بدي اسالك انت لحالك بتشتغل عليه ولا في معك تيم؟ حاليا لحالي، في والله اجاني تيم جديد بس لساتنا ما اتفقناش، اللي هو 25 شخص اقترحوا علي انهم يبدوا يطوروا معي في الموضوع، بس لساتنا ما فيش اتفاق. يعني انت حالياً كل هذا اشتغلته لحالك؟ حاليا لحالي ما فيش حدا معي. وكيف بيتم يعني انا هلا قبل شوي اشتغل معي التسجيل كان معلق، بس لما هذا دخلت ففتحت الصفحه لقيت اشياء بتطلع لي، كيف هالاشياء بتطلع لي؟ اول انا لسه ما حطيت شيء بس طلعت لي شغلات. هل انت بتعتمد خوارزميات ذكاء اصطناعي لتطلع لك شغله ولا انه هذا بالنسبة للمنشورات اللي بتظهر عندك؟ هنا عندك أول ما تدخل بظهر المنشورات الجميع، راح يكون في زر، طبعا قلت لك هذا الستايل جديد، راح يكون في زر فوق راح تختار انت بتختاره، طبعا الخيار لك برجع انه يكون في زر بتختار انه بس الأصدقاء اللي بينوا عندك، الأصدقاء والصفحات المعجبين والجروبات، وإذا حبيت انه يظهر كل المنشورات بتقدر تحط انه يظهر كل المنشورات. هسه بالنسبة لك وانت بدك تنشر يا للأصدقاء يا عام اللي هو للجميع، راح تظهر في هذه الصفحة كلها. يعني انت لك حرية الاختيار. هل انت عندك خطة لانه احنا بنعرف كمان انه هاي الشغلة بتقدر تعملها في بقية مواقع التواصل، بتشوف يا اما من الكل او من اصدقاء او something، بس برضو هن لانه في كتير بوست بفرزوا لك بحطوا لك الاشياء الاولية اللي بتشوفها، اللي هي الاشياء اللي انت عندك اهتمام فيها حسب بروفايلك، يعني مثلا بتعلم منك الموقع. طبعا انا عارف انه لسه جديد الموقع، بس عم بسالك لقدام، هل مفكر انه تطوره بشكل انه يصير في خوارزميات تقول لك مثلا بما انك انت صحيح. بتحب الرياضه مثلا، دائما بتعمل اشياء رياضيه، بورجيك ببريورتايز الاشياء اللي فيها الرياضه عشان انت
عارفك بتحب الرياضة مثلا أو something. إن شاء الله هذه لقدام صحيح، هذه المفكر فيها اللي هي راح يكون شو أنت بدك إياه يظهر لك، مثلا يكون معجب فيه راح يطلع لك قائمة أنت برضو تقريبا راح تكون مثل التيك توك، أول ما تدخل إنه تختار أنت شو اللي بتحب بده يظهر لك. أنا اللي عجبني بتفكيرك إنك عم بتفكر إنك تأخذ كل كويس من كل منصة وتجمعهم في منصة واحدة. إن شاء الله، وبنحاول إنه يعني نجيب كمان معلومة أشياء جديدة، فإن شاء الله إذا هذول التيم اتفقنا إحنا وياهم أول شيء 25 مطور اللي بدخلوا معي وقتها راح نجيب أفكار جديدة أفضل. طيب أنا شفت هون في شغلة، إيش هذه؟ إيش هذه؟ هاي جديدة؟ هذه ترسل رصيد مثلا لهذا الشخص، بدك تعطيه رصيد مثلا كيف النجوم في الفيسبوك، هذا نفس النظام، ترسل بس هذه اموال بتبقى شاحن في محفظتك وبترسل له اياها. يعني دعم اصحاب المحتوى او عامل دعم اصحاب المحتوى بشكل عام، ان كان لايف ولا ان كان في منشور. اوكي حلو حلو. لا بس بما انك بما انك لقيت هاي الشغله، كيف بتتم الحوالات هاي؟ هل عندك شركة مورد معين أو بتتعامل مع تحويل أموال معتمد ولا كيف بيتم الشغل؟ حاليا أنا موقفها صدقاً معك صريح، لأنه في فلسطين أغلب الشركات ما بتدعمهاش نهائياً، اللي مثل باي بال وتشيك أوت ولا باقي الشركات اللي بتعرف فلسطين مكيومة من الخريطة، ما هي مش موجود غير اسرائيل، مشان اني احط اسرائيل لازم يكون معي هوية اسرائيل، طبعا انا مواطن فلسطيني ولا اعترف طبعا في دولة اسرائيل نهائيا، بس هذه الحقيقة الموجودة على الانترنت، فبدي اشوف ادرس لهذا الموضوع اني اشوف حدا من الامارات او من هذول الاماكن اللي عم في الامارات ممكن اني اخلي كل جميع الحسابات عنده او شخص يكون موثوق فيه من خارج دولة فلسطين، لانه صعب انه اشغلهم في فلسطين نفسها. طيب لما تيجي تعمل حساب باي بال بطلب منك انك تحط الدوله ما بتلكيش غير رصيد. طبعا. في شويه اسئله من الجمهور تحب ناخذهم بعدين نرجع لاسئلتنا. تمام. طيب في سؤال اعتقد انت جاوبته، ما بتظن انه انه للتوسع تحتاج فريق عمل؟ اكيد انك بتحاول الان صح؟ ان التوسع بده فريق عمل، اكيد بده فريق عمل كدعم فني، انما كبرمجيات ما ظنش انه يحتاج، يعني البرمجيات بلا مؤاخذة اي واحد بيقدر يشتغلها ما بعد البرمجيات، يعني عندك مثلا تكلفة خوادم، تكلفة هذول هن اللي بصير انه يكبر المسائل، يعني بتصير المسؤولية الاكبر. مظبوط. طيب في سؤال، كيف يمكن دعمك؟ ريم عناني بتسألك. بكفي بشير، يعني انه يعرفوا الناس المواقع الموقع ونضل عليه، هذا بتكفي في الوقت الحالي. الله يقويك الله يقويك. نسرين تحكي لك كيف ممكن تحمي نفسك من دعوة قضائية من فيسبوك اذا زعموا بانك اقتبست منهم افكارك؟ هل ممكن فيسبوك يرفع عليك قضية بتتوقع؟ شوف انا مش ماخذ حقوقهم ولا ماخذ شيء منهم، يعني صحيح انه في فكر ماخذ، انه انا اتوقع ان الفيسبوك ماخذ من عده مواقع فكر، فانه يرفع علي قضيه ما بتوقع. طيب بقول لك انك لا تحتاج فريق عمل باسرع وقت، اين مقر الشركه؟ في فلسطين طبعا. اوكي. في تعليق من الاستاذ محمد، هناك بعض المشاريع التي نعمل عليها الان في كنار تي في، إذا رغبت يمكن التعاون معها فيما ضمن معاً فيما ضمن أفكار تعطي قيمة مضافة للتطبيق. دعوة من رئيس القناة الأستاذ محمد التميمي، فإن شاء الله بصير في تواصل. طيب سؤال مهم، الدعم المالي يعني أنت حكيت السيرفرات تحتاج مبالغ، الدعم الفني بيحتاج مبالغ، السكيورتي بتحتاج مبالغ، من وين بوصلك مبالغ على امين بوك؟ انا لحد هلا مش شايف دعايات، هل هو صح يصير نفس نظام فيسبوك والانستغرام انه يصير دعايات ومدفوعه؟
دعايات مدفوعة أكيد راح يصير، راح يكون في حاليا طبعا بصرف على الموقع صدقا بكلف بفلوس على نفس الموقع على نفس الإنترنت. يعني أنا بشتغل مش بس إني بشتغل على موقعي، بستأجر سيرفرات وبعيد تأجيرهن، بعمل أوقات سيرفرات ألعاب مثلا، آخر طلبات كانت سيرفرات الفايدم، هذول السيرفرات بعملهن وببيعهن إني أغطي مصاريف الموقع حاليا. يعني بعيد بشتري سيرفرات وبعيد بيعهن. واضح، فهذه الطريقة اللي بتدعم حالك فيها. هذه اللي حاليا بدعم حالي فيها طبعا، ومن عمل الخاص اللي هو يب. مثلا شغلي، مجال شغلي شو بقدر ادعم مثلا، اللي حاليا بدعم فيه. طب اللي زي الدكتور هشام جيمر وبحبوا الجيمز والشغلات هاي، في لهم منصة كمان؟ انا لا بتبع جيمز، انا كبيري سوليتير يا ابو الشباب. بس الشباب الصغار اللي بيموتوا على الجيمز، يعني اللي عندهم ابس وغيره، ف يعني هل بتجذب الشباب هدول كيف يعني بهاي الشغلات؟ اجذب ما فهمت شيء سؤالك. قصده السؤال انه هل عندك شيء لانك تعمل، لانه الفيسبوك احنا عارفين مثلا او غيرهم مش بس سوشيال ميديا، هلا صار في عليهم جيمز، صار في عليهم ابلكيشنز ثانيه، وهدول الاشياء اللي بتجذب الشباب انهم يجوا ويشتركوا فيها، لانه يعني أغلبية الشباب ما مش كتير فعالين على الفيسبوك كمشاركة، أكثر مما أنهم بيشتغلوا تطبيقات وجيمز وأشياء زي هيك. فكيف صحيح. هل عندك، هل في شيء لقدام بتفكر فيه؟ تمام. بالنسبة للجيم راح يكون في جيم على نفس الموقع، وفي نفس الوقت راح يكون في بث مباشر للي بيلعب. إذا قصدك عن البث المباشر تبعي الجيمرزية اللي ستريمر، راح يكون لهم في بث مباشر، وفي نفس الوقت في ألعاب راح ينزل على نفس الموقع. حاليا هم تحت التجربة، إذا بتسند لفوق وتشوف قائمة الألعاب يا أيوه. هسه لك حاليا مؤقت تحت التجربة، هاي لسه مش جاهزة. راح يكون عليها ألعاب اللي بحبوها الشباب. أنا شايف هون الأفلام، هون الألعاب، في شغلات تانية عم تطلع، عروض حلو 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 يعني. أوكي ممتاز. طيب تفضل 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 دكتور. لا خليك دكتور جمال، أنا بحكي بعدين. أنا كنت أسأل عن اللغة، هل اللغة العربية هي الوحيدة حتكون ولا تحت اللغة أضغط عليها شوف اللغات الموجودة حاليا. عندك انجليش عربي وفرنسي وجيرماني. اوكي هيك تحول بالانجليزي. اوكي كول. اشتركوا على قناتي يا شباب. طب سؤال بالنسبه لما سؤال بالنسبه للي مسميه الكونتنت مودريشن او مراقبه المحتوى، انت بتقول لك لحالك عم تشتغل، فمين بيراقب على المحتوى؟ أنا براقب على المحتوى حالياً. أنا في طبعاً إنه شغل رسمي أنا حالي بشتغل، إن أنا في الاثنين أصدقاء برضو براقب المحتوى، واللي نشوفه مخالف بهدفه. أنت زي ما شفت كل المنشورات بتظهر طبعاً، وبيجي الرفض برضو على المستخدمين إنهم يعملوا بلاغات على المحتوى السيء. بالنسبة إن شاء الله في هسه خطة بس تنجح إن شاء الله على التطبيق، لأنه صارت فيها مشكلة صغيرة. راح اخذ من جوجل، تعرف فيه اللي هو حذف المنشورات الاباحيه، مثلا الصور الاباحيه وهذول الشغلات، كلمات 90% مشفرهن، بس طبعا الكلمات صعب تشفيرها، انما الصور والفيديوهات هذول سهل يعني حذفهم تلقائي. حاليا انا قاعد بشتغل على هذا النظام انه ما يكونش فيه شيء اباحي ان شاء الله. السؤال اللي سأله الدكتور هشام مهم جدا، لحذف المحتوى، وهذا أتوقع من أهم المشاكل اللي بواجهها الآن داعمو القضية الفلسطينية على منصات التواصل بشكل عام، خاصة الفيسبوك والتويتر والإنستغرام. وجدوا حذف المحتويات اللي فيها كلمة فلسطين أو القضية أو الاحتلال تحذف مباشرة، حتى في حسابات حذفت. فهل حيكون في حرية للتعبير على المنصة تبع التأمين بوك؟ أكيد في حرية 100%، مش راح أمنع حدا أساساً. يعني في النهاية الناس قاعدة تنفر من فيسبوك لأجل هاي السياسة،
وهي أهم سياسة، هذه أسوأ سياسة عملتها الفيسبوك وراح تخسر من وراها. هذه سياسة سيئة جدا 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 جدا. فالمفروض كل واحد يحكي بحريته طبعا بحدود، بدون يعني مثلا شتم، بدون دخول في الديانات، بدون هذه بعدها معقولة. يعني أنت تحكي بحريتك. يعني هل هذا مش هل هذا بشكل ضغط كتير عليك؟ يعني انت عم تعمل برمجه وعم تعمل كذا وعم تعمل كونتنت مودريشن، يعني مش هل في إشي طيب يقول لك مثلا؟ لانك قلت لي لا ما عم تستخدم ارتفيشال انتليجنت او الخوارزميات او إشي، فانت بدك تراجع المحتوى يا اما لوحدك او اذا حدا بلغ عنه. بس اذا ما حصلته وما حدا بلغ عنه وفي محتوى مسيء مثلا لا لا لفئة معينة من الناس أو لدين أو لكذا، حيضل موجود ما حدا رح يشوفه، صح ولا لا؟ فأنت هل فشو لأن أنا السؤال اللي بسأله، لأن عارف إنه لأنه أنت حاطط المحتوى هذا عند شركة هوستينج، وهدول ممكن إذا حدا بلغ وشكر للشركة عنه ممكن يجي يشيل لك كل الموقع تبعك. وإحنا شفنا يعني مواقع كانت معمولة زي هيك، بلاتفورمز صغيرة وكذا، و المحتوى كان فيه تطرف وغيره، واجت الشركات شالتها. يعني احنا من غير شر يعني مش مدعي لك، بس انه لازم تحمي نفسك. فهي اللي بنقولها، لازم تحمي نفسك، لازم يكون في شيء، لازم يكون ما بعرف، بس يكون شيء يقول لك اوتوماتيكلي انه هذا المحتوى ممكن عليه كويستشن مارك او عليه شغله وينبعث لحدا غير الريبورتات، ويكون عندك تيم يساعدك. ما بتعتقد انه هلا لازم تحط، يعني خصوصا انك بتقول انه في كثير ناس صارت تنزله وعم تشتغل عليه، مثلا ما بتعتقد انه لك لازم تجيب ناس على الاقل لمراقبه المحتوى؟ صحيح، هذا لازم ان شاء الله نهايه اعملها دراسه في اقرب وقت، راح يكون في ناس راح تراقب جميع المحتوى. بس بالنسبه انه للاشياء الممنوعه، احنا بنحاول نعرف شو الكلمات الممنوعه اللي نعملها انه تلقائي وصلنا بلاغ مباشره من النظام لما تنزل هاي الكلمات. احنا بنحاول هسه نشتغل عليها حاليا. بس بالنسبة للفيديوهات ما مش عارف كيف هاي بدي أحميها. يعني هي حتى الكلمات، يعني أنا بقول لك ممكن تحذف، بس ممكن واحد يسب يعني أو يشكك في ديانة معينة أو something من دون ما يحكي كلمات مسبة. يعني أنا هاي اللي بحكي لك. صحيح التشكيك إنه الكونتكست أحيانا حسب نشتغل نظام إنه كلمات، هذول الكلمات مثلا دخول في الديانات، ومتى ما دخل في الديانات مثلا إن كان في الإسلام أو في المسيحية أو 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 يجينا تحذير عن النظام بدون حذف، بس إنه توصلنا رسالة إنه هذا نشر عن الديانات، إنه هذا نشر. هذا اللي كله بنشتغل عليه قاعدين، وإن شاء الله إنه في أقرب وقت يكون جاهز. وراح أحتاج طبعا دعم فني لمراقبة المحتوى ولهذول الشغلات، إن شاء الله هي في أقرب وقت راح تكون متوفر دعم فني طاقم كامل. انا عجبني هذا الاوبشن اللي شايفه معايا يا جماعه، هذا الاوبشن قديش احنا محتاجينه. شوفوا هذا، هيك كل المنشورات تطلع لي، هيك المنشورات المكتوبه فقط كتابه، هيك المنشورات اللي الصور، هيك المنشورات الفيديو، هيك الصوتيه هاي whatever، وهذه مثلا فيها لوكيشن. كتير رائع هذا الفلتر، يعني أنا عم بفلتر لي بنفس الصفحة. أتوقع هذه الشغلات اللي جميلة جدا عجبتني. في كم أسئلة كمان من الجمهور، شو رأيك نأخذها يا باشا؟ كنت أقول لك خلينا نأخذ، لأنه في كذا شغلة. نسرين تسألك، هل تخشى أن يقوم الاحتلال بعملية شت داون للموقع؟ توقيف الموقع هذا طبعا بخشى، وفي شيء بعيد عن الاحتلال. إن شاء الله أنا بدي أحاول أحمي منهم قدر الإمكان، مش بس يعني يكون في فلسطين. نسرين بتقول لك، لتطوير هذا المشروع بتحتاج ممولين أو investors، ناس يساعدوك ماليا، لأنه هذا المشروع فعلا مشروع ضخم وليس بسيط. يعني صحيح، وانت بتقارع ملك الانترنت والتكنولوجيا اللي هو فيسبوك. يعني صحيح طبعاً. إذا ممكن مشاركة عنوان يس، أنا حشاركه الآن، أحطه في الكومنت. في سؤال، ما الذي يميز عن الفيسبوك؟
كف المعارضة، فيش في سياسات لحذف المنشورات الخصم نص الدعم لأي دولة عربية مثل المواقع اللي مثل الفيسبوك وغيره. طبعا احنا مش نظلنا نحكي في يجيبونا جول فيسبوك، في كثير شغلات مميزة عن الفيسبوك. هل طلبت مساعدة من السلطة الفلسطينية؟ لا لم أطلب. فكرك بيساعده؟ هل في مؤسسات تطوير وبحث علمي شيء زي هيك ممكن يساعدوك؟ والله ما بعرف، بس انا بقول لك يعني كدولة محتلة بتعرف لك التأخر فيها زيادة عن اللزوم، شرحت لك التطور فيها كبير. يا ما هو هدفك النهائي من هذا المشروع؟ انه يكون لجميع العرب، بس هذا هو هدفي، انه احنا نتخلى عن الغرب ونصير إشي إلنا خاص فينا. ممتاز. هل حاولت توصل لمتطوعين لمساعدتك؟ لا. تعرف موضوع التطوع إشي مهم، وفي ناس كتير بحبوا يساعدوا، خاصة إنه المشروع وممكن مستقبلا ينمو هذا المشروع وتدخلهم معك كجزء من التيم. صحيح، في مبرمجين هم لحالهم يجبدون طلب وما شاء الله عنهم، وإن شاء الله أنه خير ندرس وبدرس الموضوع. طبعا محمد تميمي يقول لك فعلا همتك عالية جدا، وهذا وحده ستجعلك تصل إلى مكان مهم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. هيفا بتحكي أنت فريق كامل، حي ذكائك. أنت تحتاج برضو لمحامي لحفظ حقوق الملكية. صحيح، وشغال على موضوعها وبدأ أشوف محامي إنه يحفظ الحقوق، لأنه في أي لحظة حالياً أخذ جميع الحقوق. نعم. هذا في أقرب وقت راح أعمل حفظ الحقوق. هاي مكلفة جداً طبعاً، يعني كمان مرة ثانية. أكيد. طبعاً الشغلات النسرين تحكي child pornography, trafficking, crime behaviors need to be moderated by a team. يعني هذا اللي بحكيه الآن طبعا. نعم، ابدأ فكر بتسجيل الفكرة وتشكيل فريق عمل. طبعا هاي Do you have a code of ethics؟ اعتقد ما بسموها، شو بسموها دكتور هشام؟ مش code of ethics، سموها code of conduct. لا يعني هي code of conduct، يعني هي اما كود اوف كوندكت او 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 ايثكس، يعني المفروض انهم تنتهي كود اوف كوندكت، انه هي نظام الاخلاقيات، يعني اخلاقيات العمل. وفي الايثكس او الايثكس البرمجيات، السوفت وير ايثكس، اخلاقيات البرمجه. فاعتقد هي يمكن قصدها التنتين مع سوا. يعني هل في عندك إشي حطيته؟ يعني لما بدك تجيب تيم بكرة لازم تكون في عندهم زي ما مسموه الكود اوف كوندكت، كيف بده يشتغل التيم، شو اللي لازم يتبعوه، كيف لازم تكون علاقتهم مع العمل معك مع هدول. وفي يعني لازم ما يسووا زي تبعون فيسبوك يلغوا الشغلات الفلسطينية ويتركوا الباقي، لأنه هذه فيسبوك هذه قضية معقدة ما لهاش علاقة بالكود اوف كوندكت. باي ذا واي، هاي العلاقة بسياسة الموقع اللي احنا نحكي هلا، هذا اشي تاني. بس نحكي الكود اوف كوندكت تبع اللي بيشتغلوا فيه، والإثكس تبعت البرمجة، انه انت لما بدك تبرمج، لما بدك، خاصة لما تدخل في الاي اي والخوارزميات، انك ما تعمل، انك تعمل شغلات تكون مراعي فيها انه في ناس ممكن تيجي من اماكن مختلفة، من اراء مختلفة، من كذا، ما يضغط اشي على اشي، ما يبين اشي اهم من اشي تاني، انه يكون في يعني زي ما بقولوا موازاة ما بين انت اللي بتشوفه من سواء من اللي انت متفق معه او اللي انت بتختلف معه. فاعتقد هذه الفكره. يعني هل عندك فكره لهذه الاشياء؟ هي طبعا احنا عارفين انه لسه، بس هل انت بتفكر تعمل هاي الاشياء؟ لانه لما يجي عندك فريق راح تكون لازم، المفروض تكون هاي الشغلات موجوده يعني في الاساس لحتى يقدروا يتبعوها. أنا خايف أساساً من الفريق لأجل هاي القصة، إنه مثلاً نيجي كأنا فلسطيني مثلاً كطبعت الإمارات في آخر فترة مع إسرائيل، اللي هو التطبيع اللي هو هذا التطبيع الإسرائيلي، إذا أجا مثلاً نفترض إنه مبرمج من الإمارات وبحب الإمارات،
إذا أجا فلسطيني كتب عن الإمارات إنها طبعت راح ينجبي، راح يصير كل احذف وما احذف راح تصير في نقاط. ما هذا اللي مخوفني من إنه أفوت معي تيم. ما هو أنت اللي بتحكي فيه القصة اللي أنت بتحكي فيها هي القصة اللي بتحصل العدالة، إنه لما يكونوا في ناس مختلفين من آراء مختلفة كل واحد راح يحط يديد لازم أقوله يدلي بدلوه، وما راح تكون الآراء كلها متساوية، بدل ما يكون في تحيز زي ما احنا شايفين في الفيسبوك. مشكلته التحيز لأنه التيم اللي فيه عندهم وجهة نظر واحدة، فهاي وجهة النظر هي اللي خلت المبرمجين يحطوا الكود بشكل انهم يعملوا سوبريشن للشغلات اللي بتحكي عن القضية الفلسطينية مقابل اللي الشغلات الثانية. فهي هاي اعتقد هاي قصده، انه لما بتكون التيم اللي عندك من آراء مختلفة، حتى لو من آراء احنا ما بنتفق معها، المهم ان يكون الكل له صوت في هذا الموضوع، وتكون طبعا بمراعاة الأخلاق زي ما قلنا، بدون مسبات، من دون التدخل يعني التهجم على الأشخاص، بس يكون لكل واحد مجال انه يعبر عن رأيه من دون ما يكون في تحيز في البرمجة او تحيز في الكونتنت مودريشن. يب، هي هذا. في سؤال، هل أنت شركة مسجلة؟ شركة مسجلة لكم فلسطين في احتلال، إن شاء الله راح تكون مسجلة لما يصير فيه حقوق ملكية طبعا. أوكي، شغالين على هذا الموضوع. أنا بس عندي نصيحة لك، أعتقد أنه حتى لو أنك كنت بفلسطين ممكن تسجل بأي، على الأقل بأي دولة عربية، في الأردن، في مصر، أو في غيرها. ممكن منك جنسيات، الجنسية هي اللي بتحدد. أنا عارف بس أنا اللي بعرفه إنه لأنهم الدول العربية عارفين وضع فلسطين، فبتقدر تسجل. إحنا حتى هون بتقدر تسجل في أي دولة تانية إذا بدك تروح تسجل، بس الشغلة إنه الناس اللي بنفهم إن الناس بتنصحك حتى تحفظ حقوقك، يعني ناس حابين مش حابينك تتعب كل هالتعب وبعدين حدا يسرقه منك يقول مش مسجل لما هي، عرفت علي؟ يعني نحن بس الجمهور متعاطف معك يعني. لا هذا في أقرب وقت راح يكون مسجل إن شاء الله، وراح يكون كل شيء كمان. نسرين في رابطة. تفضل دكتور. لا أنا كنت أحكي كومنت نسرين، تفضل أحكيها. بتمول عن نسرين أنت، يلا. وإيش هي بس تقول لك هناك رابطة لرجال الأعمال الفلسطينيين بتحسك للتواصل معهم، شايف يعني الناس عم تنصحك عشان 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 مصلحه مصلحتك يعني، ف شوف التعاطف يا ريماك. طلال ابو غزاله، يعني مفروض انا بنوجه من هون نداء لطلال ابو غزاله، اول شيء عنده شركه حمايه حريه وحقوق وتسجيل وكل هاي الامور، فلو على الاقل بدعمك بهذا الموضوع. طلال ابو غزاله معروف بدعمه للبزنس الفلسطيني، فبنوجه له نداء من منبرنا. يا أستاذ طلال إذا سامعنا ووصلك هذا المسج، في كتير شباب زي أمين، بس أمين أكيد يعني فكرة ناجحة ومشروع رائع، نتمنى إن شاء الله أنه يكون في له دعم. هل ممكن تغيير الاسم لاحقا؟ نعم، وهذا الاسم مخطط له، لأنه أمين بك قلت لك في البداية أنه مش الاسم المثالي ولا الاسم اللي هو لازم ينحط، لأنه الاسم أجى في المكان الخاطئ، بس حكينا لك شو سبب سميته الأمين بوك. هل في اقتراحات عندك؟ الناس ممكن تقترح عليك اقتراحات؟ صحيح، بس حاليا طبعا انتشر باسم أمين بوك، إن أغيره من اسم أمين بوك في الوقت الحالي بكون يعني حاليا خطة سيئة جدا، لأنه انتشر بهذا الاسم، إنما بعد ما يحقق النجاح بقدر أغير اسمه، وراح أعمل اقتراح للمستخدمين تصويت وهم بيختاروا الاسم المناسب، راح أحط لهم أزيد من الاسم. بس عشان أقول لك كمان إنه تغيير الاسم في المواقع حتى الكبيرة مش إشي مش اعتيادي، يعني التيك توك قبل ما يكون تيك توك كان اسمه ميوزيكلي، وكان معروف كتير بهذا الاسم. لما إجت الشركة الصينية تشتريه كان موقع أمريكي، لأن بيشبهوا بعض كانوا، وصار طلعوا اسم التيك توك وطلع الاسم. فتغيير الاسم مش إشي جديد، بس زي ما انت قلت لازمه تخطيط، لازمه اعلان قبل فتره نقول لهم راح يصير هيك وكذا. فيعني الاشي مش غريب، بس بتقدر تستفيد من خبرات الشركه، يعني في كتير مقالات ممكن تستفيد منها عن موضوع كيف تم التغيير والتحويل من ميوزيكلي لتيك توك، وممكن تشوف
تستفيد من 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 هاي الاشياء يعني. ان شاء الله. بس انا اللي بقصد انه يعني انتشر باسم امين بوك، بس انت كشخص هسه بتعرفش انه تغير اسم الموقع، بتيجي بتفتح على تلفونك وبتكتب امين بوك بتلاقيهوش. اصبح شو هذا مش ما هو هلا هذه ممكن اما يحقق النجاح، اما يحقق النجاح وقتها لو غيرت اسمه راح ينتشر الاسم الجديد بشكل سريع. مش لا بس انا بقول تغيير اليو ار ال مش ضروري حتى يعني، حتى لو هلا تكتب ميوزيكلي musically.com بيوديك على تيك توك، فهي الشغلة يعني أنا إحنا بنقول إنه حابين نساعدك يعني نقول لك إنه هاي الشغلات تمام. فاهم عليك اليو ار ال مش ذاتها أهمية كبيرة. هاي بتقول لك قد تحتاج إلى كوتش لتركيب ترتيب الأفكار، الكوتش اللي هو بيساعدك ومختص آخر بالأمور القانونية والمالية. يس طبعا. ليش الإصرار على المشي لوحدك؟ أعتقد جاوبه. هل تفاجأت من حجم المشاركة؟ ريم تسألك. من ناحية تفاجأت؟ نعم تفاجأت. ما شاء الله يعني الأزيد إيش يساعدون أخرى في موضوع لهم أهل مصر المشاركة. تحية إجلال أهل مصر. تحية لمصر والمصر. تحية لمصر والمصريين. تحياتي. أينما كانوا يعني. أيوة في أي مكان. كيف هذا الموقع جاوبنا عليه. أعتقد. الموقع آمن. برضو لو بده من وجود فريق. هي فكرة ممتازة. ولكن التحديات كبيرة. لذلك لازم تتشارك مع أحد في نفس أفكارك وطريقة لكي تنجح. أوكي. في نسرين بتقول لك من خارج فلسطين لا يمكن التحكم بالسيرفر. أقترح عليك هو الاحتلال لا يمكن يعمل لك شت داون إذا كان السيرفر خارج فلسطين. والسيرفر حاليا خارج فلسطين موجود في اوروبا. لا اساسا في فلسطين فيش امكانيات نعمل سيرفر، فيش انترنت امكانيات نعمل فيه سيرفر، لا في انترنت مستقر ولا كهرباء مستقره ولا شيء مستقر طبعا. كله بسبب الاحتلال. في اسرائيل موجود بس مستحيل انه احط سيرفرات عندهم. حاليا موجوده في اوروبا السيرفر. يا طبعا هم بيحكوا لك عن الشركه انه لازم تسجل شركه، وممكن تسجلها عن طريق شراكة مؤتمنة أو شريك مؤتمن. برضو في دول ثانية ممكن تسوي تلاقي investors. الفكرة رائعة. لا بتقول لذلك يجب عليك شريك أو investor في دولة ثانية لتحمل موقع. هي شايل الجملة بالغلط عشان في كلمة بالإنجليزي. فيبتقول له لذلك يتوجب شريك. نسرين راح تبعت لك بعض السجل. نسرين ودخلوا على الموقع. أول شيء أنا بطلب من الجميع اللي بيسمعونا الآن يدخلوا على الموقع، يعملوا ساين إن، يجربوا الموقع، وإذا وجدوا شغلات وحابين يكتبوا مثلا إشي مقترحاتهم يرسلوها لأمين، برضو بيساعدوا في وضع تطوير للموقع. يعني إحنا هذا كلنا مع بعض حنشتغل. أنت شخص ممتاز بمجال برمجة الآن، تحالف مع شخص مختص بالبزنس. هاي اتوقع يس تقبل نقاطنا. احنا حابين الفكرة نفكر معك بزوايا مختلفة. لذلك قد تحتاج الى شريك من خارج فلسطين لتثق به. هذا جميل جدا. مصر راح اللي مصر معه راح ينجح. اللي مصر معه راح ينجح أكيد. أكيد مصر دائما فخورة. نسرين تحكي إحنا عندنا طاقات كبيرة جدا تحتاج للدعم والكالتيفيشن. أنا معك يا نسرين، عشان هيك أنا حكيتها في البداية. أهل فلسطين لا يعجزهم أي شيء، وما شاء الله يعني مثل شاب أمين. إحنا حتى هيفا بتقول لك كتير فخورين بك. حطوا الموقع بالتعليق، حطيناه وأنا حطه مرة ثانية. اللي هو aminbook.com سهل جدا، بس شيلوا فيس وحطوا امين aminbook.com وانتهى ان شاء الله. فخورين بك فعلا مرة تانية. امين
بعرفش دكتور هشام، دخلي إذا عندك أسئلة تقنية هيك إلكترونية. أنا مش عندي سؤال تقني، بس عندي شغلة. يعني هو أنت لما قلت حابب نعمل إشي للعرب وحابب نكون لنا something، طبعا الفكرة كويسة، بس إحنا في هلا عنا مشكلة. مشكلتنا إنه إحنا ما لازم نعيش في قوقعة، خصوصا إحنا يعني زينا اللي عرب اللي من برا، يعني عايشين في هذا المجتمع، إحنا الأقلية هلا، فلحنا حتى نوصل صوتنا ما بنقدر نعتمد على منصة عربية ما حدا بيشوفها غير العرب. يعني عم من زي ما بقولوا عم من 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 بيع مي في حياة السقايين مثلا، او زي ما بقولوا we sing to the chorus، بنغني للكورس نفسه. ف يعني مش عارف احنا، يعني اللي بيخلينا نضطر انه نضلنا قاعدين على فيسبوك وعلى تيك توك وغيره، انه هاي طريقتنا لايصال صوتنا كعرب، كمسلمين، كأقليات حتى غير عرب أو غير مسلمين، للأقليات المجتمع. فهل أنت ما لأنه في كمان أعتقد إجا سؤال قبل هيك، أعتقد مش على هاي، على الجروب الثانية، إنه هل أنت بتعتقد إنه هذا إذا الناس كلها إجت عليه بيعمل فصل أو بيعمل isolation للعرب كمان، وبيفصلنا تاني مرة عن الغرب وعن، لأن إحنا لاحظنا آخر فترة خصوصا في الهجوم على غزة أدي التعاطف الكبير اللي صار معانا من المجتمع الغربي من كل الفئات، بسبب انه الشباب في فلسطين وبرا فلسطين شيروا وحطوا عن اللي بيصير على السوشيال ميديا اللي هي الفيسبوك والتيك توك. اذا ردينا انعزلنا في إشي عربي، هل انت بتعتقد انه هذا رح ياثر علينا انه حنبطل نتواصل مع احنا؟ يعني احنا بحاجه جدا للدعم الدولي كمان. صحيح، أنا بحاجة جدا للدعم الدولي، وهسا إنه تطبيق عربي أنا مش كاير إنه بس العرب، إن شاء الله إنه بنتشر برضه عند الأجانب. في نسبة أجانب مسجلين عندي، نسبة مليحة برضه، فوق 100,000 شخص أجانب دخلوا على الموقع. إيه هسا بالنسبة إنه كعربي أنا مش حاطه للعرب فقط، هو راح يكون عالمي، والكل أساسا بتفرق قاعدة من سياسة الفيسبوك آخر فترة هاي، مش بس الدول العربية، حتى الدول الأجنبية قاعدة بتدور على بديل، بتحاول أن تصنع بديل حتى الدول الأجنبية. إيه إنه في الوقت الحالي أقول لك إنه بعزلناش عن الأجانب، لا بعزلنا، أما إن شاء الله لقدام راح يكون عالم، مش راح يوقف عند بس العرب، بس إنه بظل صنع عربي. طبعا ما اختلفناش إنه الصنع عربي، إحنا جايبينك أساسا لأنه مفتخرين إنه في واحد عربي فكر في الموضوع. طبعا إحنا هذا طبعا شيء من أهم الأشياء. بس قبل ما اطلع من عشانك انت قلت انك بدك تستهدف، هل عندك ناس او عندك خطه؟ لانه سوري، يعني انت تعيش في فلسطين طول عمرك، اذا بدك تنقله للمجتمع الغربي بدك تحتاج ناس عايشين في المجتمع الغربي، سواء كانوا عرب او سواء اجانب مقتنعين بفكرتك وحابين ينشروها في المجتمع الغربي ويقولوا للناس هذا بديل الفيسبوك، تعالوا نروح عليه احنا كاجانب او كغير عرب بغض النظر ايش كانت جنسياتهم. هل انت حاطط في بالك، مش هلا انا عارف، بس حاطط في بالك لقدام انك تتواصل مع شبكه من سواء العرب اللي موجودين برا او اجانب انت بتعرفهم، لحتى تشوف كيف ممكن توصل هاي الفكره وتسوقها للجمهور الغربي؟ هل هذا الشيء او حاطه في بالك؟ صحيح، هذا محطوط في البال، لأنه في إلي صديق هو اللي بيعرف يحكي إنجليزي، يعني بالرسمي أنا مش كثير في الإنجليزي صدقاً، يعني كأني أجي أخاطب واحد في الإنجليزي صعب علي شوي، بس في إلي صديق من مصر شغال على هذا الموضوع وبحاول يوصله لجميع المطورين، يعني الأغلب المطورين الأجانب، وبوصل الفكرة قاعد للأجانب عن طريق عدة مواقع تواصل اجتماعي. شغال على هذا المهمة هو، بس طبعا شخص واحد مش راح يعمل كثير، بس يقدم شوي، يعني من شخص لشخص لشخص تكبر. حاليا هو شغال عليها هي، انه بوصل الفكرة للأجانب. وهل فكرت انك تحطه كأوبن سورس؟ لانه اذا حطيت الموقع كأوبن سورس او على جيت هاب او على سمثينج، بيصير في تفاعل من ديفلوبرز اجانب، وهذا بينشر الفكرة للمجتمعات الغربية. يعني اذا اشتغلوا ناس، لانه حتى في البرمجة طريقة، يعني البرمجة هي نفس اللغة صح، بس طريقة البرمجة أو طريقة برمجة التولز والأفكار اللي فيها بتيجي من ثقافات مختلفة. يعني مواقع
يعني نفس الفيسبوك فيه تولز بتلاقيها موجوده بس في يوروب للثقافه الاوروبيه مش مش للعرب او لانه المبرمجين بيعرفوا ثقافه البلاد اللي هم فيها. فهل فكرت برضو انه تحط الكود تبع الموقع على اوبن سورس وتشرك ناس من ثقافات مختلفه عشان يساعدوك في افكار بتولز اللي تساعد الموقع انه ينتشر كمان في برا حتى في الدول العربيه؟ يعني في اختلافات على فكره في المفضلات بين الدول العربيه نفسها. يعني هذه الفكره هسه بدي اخذها منك، قصدك انت اقترحتها وانا بدي اخذها منك. اهلا وسهلا. طيب والله ما فكرت فيها هاي الفكره، هنا هسه حاليا بدي اخذها منك انت. انا صرت عامل 3 بوستات وانتم بتحكوا على الامين. صرت عامل بوست 3 بوست كل احترام. طب حط شو اسمه، حط لينك لللايك لللايف هذا عشان الناس تتفرج عليه. حطيته، بيستاهل امين كل الدعم طبعا. امين احنا ما ضلش عندنا غير وقت شو اسمه بس دكتور عندك سؤال له ولا انا كنت حابب اقول احكي شغله مهمه، انه بغض النظر الصعوبه واللي بواجهوها هنا في فلسطين من ضغط واجحاف بحقهم، ولكن استطاع شاب فلسطيني ان يتحدى المعجزات ويتحدى الصعاب ويقف على قدميه ويتحدى عملاق التكنولوجيا او عمالقه التكنولوجيا. بس بدي اطلب منك طلب، اذا جاك ترامب وبده يعمل، انت عارف شو تسوي معه. بعدين يا دكتور جمال، انت عارف شو بقوله، بقول لك الابداع يخرج من رحم المأساة. اكيد صح ولا لا؟ اكيد. فانا بس عشان مش ضار غير 3 دقائق او سمثينج، فانا بس حابب اترك اخر كلمه لامين. شو بتحب تقول للجمهور؟ شو بتحب تقول للشباب اللي الشباب سواء العرب اللي في جوا فلسطين او في العالم العربي او حتى في المغترب، شو بتحب تقول لهم وتنصحهم؟ يعني اعطينا اخر كلمه هيك منك. هذا اول شيء، اللهم صل على سيدنا محمد. بالنسبه لشباب العرب، هو في كثير مبدعين بس هم مش مظهرين حالهم. مشكلتنا ان احنا العرب في عندنا مشكله سيئه جدا، انه فيش عندنا صبر. في يوم وليله بدنا نطلع السلم، طبعا في يوم وليله تطلع السلم هذا صعبه، بدك تشتغل حالك، بدك تتعب، بدك تنشر فكرتك، هذا اهم شيء. لانه عندنا مبرمجين مبدعين بس ما حدا بيقرا فيهم بسبب استعجالهم وانهم بدهم ينطوا مره واحده. وطبعا بتمنى انه جميع العرب يشيروا التطبيق، يوصل لاكبر صوت من العرب والاجانب. اللي بيعرف اجانب يوصلوا للاجانب، اللي بيعرف عرب يوصلوا للعرب، على أساس أنه نضل نستمر في تطوير الموقع والتطبيق. طبعاً وجودهم هو اللي بننجح. تحياتي إن شاء الله. وإحنا طبعاً الحلقة هاي كمان مش بس عشان نستضيفك، عشان برضو نقول للكل اللي بيشوفونا من الشباب والكذا، اللي بيحب يقدر يتواصل معنا عن طريق كنار، ممكن نحطهم بالتواصل معك عشان اللي عاوز يساعدك، اللي عاوز يعمل أي شيء. احنا مش بس بنحط البرنامج، احنا عندنا دائما اكشن بيهايند ات. فاذا بتحب اي حدا، احنا هلا عم نقولها يعني دعايه زي ما بقولوا او دعوه مفتوحه، اللي بيحب يتفضل يساعد الاخ امين. تعرفوا كيف توصلوا لنا، موجودين البيج تبعتنا، اليوتيوب، الايميل والموقع تبعنا، واحنا بنحطكم دايركتلي. يعني احنا مش حنغلبك ونخلي كل الاشياء تيجي عليك، احنا بنفلتر وبنظبط ونجيب لك إياه. وإن شاء الله ممكن خلال فترة قريبة إذا بيجينا ناس، يكون عندك فريق من الناس بديش أقول المتطوعين، بس بدي أقول المتحمسين لهاي الشغلة. وإن شاء الله يعني إن شاء الله من يعني مع زي ما قلت لك، مع ملاحظاتي عن الموقع اللي إحنا حكيناها، لكن هدفنا دائما من لما سواء من اللي حكينا بالمدح او بالانتقاد، هدفنا تطوير الابداع العربي وسواء برا او جوا، ونوقف معك باي طريقه كانت، ونساعدك باي شيء عندنا. ويعني البرنامج والتلفزيون عندنا برنامجك، بتحب اي وقت تيجي، احنا برضو بنكون سعداء في وجودك. استاذ دكتور جمال، عندك شيء؟
أنا بدي أنهي الحلقة بكلمة دائما كنا نقولها على كنار تي في، بس اليوم بديش أحكي لكم، إذا شفتوا اللايك ليكوا، وإذا شفتوا الشير شيروا، وإذا شفتوا السبسكرايب اعملوا لأمين بوك مش لكنار تي في. إحنا مبسوطين بوجودكم، بس بدنا إياكم تدعموا المبادرة الرائعة من أمين بوك، تحاولوا تنشروها بين أصدقائكم، ولو تكتبوا شيء بسيط عنها على الفيسبوك تبعكم أو على تويتر أو على الإنستغرام، خلي الناس تعرف إنه يمكن 10 يشاركوا من 1000 اللي عندك أو 100 يشاركوا، ولكن على الأقل عرفوا الناس إنه من رحم المعاناة تولد الإبداعات. تحية لك يا أمين، ونتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله رب العالمين نراك. أنا بدي أخلي الصورة، بدي أعمل سكرين شوت عشان لما تصير زي أحسن من مارك أقول هذا كان معاي بحلقة إن شاء الله. نتمنى لك كل التوفيق يا رب. اسمع أمين زوكربيرغ نسميه. أمين زوكربيرغ. سلام للجميع.